السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. توجيه المنشآت والمجمعات التجارية بضرورة الاستمرار بتطبيق التعليمات للحد من انتشار كورونا. محافظة العاصمة توزع 4200 سلة ووجبة غذائية في حملة مع النهتم. تدشين خدمة التطبيب عن بعد بالمراكز الصحية عبر استشارات بتقنية الفيديو. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أصدر سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة قرارا يقتضي بغلق بعض المنشآت الخاصة احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا اعتبارا من الساعة 7 من مساء اليوم حتى 7 من مساء يوم الخميس الموافق 23 من أبريل 2020. أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعميماً يوجه القطاع الطبي الخاص لمد العمل بالقرارات التي اتخذتها الهيئة بوقف بعض الأنشطة والخدمات احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا، ويشمل هذا القرار بعض الخدمات والإجراءات الطبية غير الضرورية في الأسنان والجلدية وجراحات التجميل وبعض خدمات الطب البديل في جميع المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب الخدمات والإجراءات الطبية غير الضرورية في علاج تأخر الإنجاب، على أن يعمل بهذا التعميم في جميع المؤسسات الصحية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 23 من أبريل 2020. تفقد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عملية توزيع الوجبات الغذائية على المتعففين من المواطنين والمقيمين، حيث من المؤمل أن تؤمن 1100 وجبة غذائية الموزعة احتياجاتهم من الغذاء اللازم ضمن الدفعة الثانية من الحملة بمجموع بلغ 4200 سلة ووجبة غذائية تم توزيعها منذ انطلاق الحملة، وذلك ضمن مساعي المحافظة بالتعاون مع مديرية الشرطة بتوزيع وإيصال الغذاء المطلوب لهذه الفئة المتضررة نتيجة تأثر بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأوضح محافظ العاصمة أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الشرطة وبالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تواصل الجهود لإيصال المستلزمات الأساسية للمحتاجين ضمن حملة تبنتها المحافظة تحت شعار مع النهتم، وذلك التزاما بدور المحافظة نحو خدمة المواطنين والمقيمين خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية. واليوم احنا يعني من منطلق التكافل الاجتماعي بنساوي 1000 وجبة بالتعاون مع المتطوعين نقدمها للمحتاجين في الأسواق سوق المنامة، وأيضا هناك توزيع للأقذية، وكله بالتعاون مع التجار والأيادي البيضاء في مملكة البحرين ودعم المحتاجين من العمالة المتواجدة. والحمد لله البحرين بخير إن شاء الله دائما، ودائما الأزمات هي اللي تقوي الإنسان وتطلع كل ما عنده من طيبة
وكرم وتكافل مع المجتمع. ابتدينا احنا مع معالي المحافظ محافظ العاصمة في عملية توزيع الأغذية على العمالة الآسيوية، على أساس أن هذه العمالة تضررت بفعل الأزمة الصحية اللي نمر فيها ويمر فيها العالم كله. طبعا حطينا آلية لتوزيع هذه المواد الغذائية. طبعا المواد الغذائية بتكون مطبوخة، وهناك أيادي بيضاء كريمة بصراحة احنا ما نبي نذكرها، لكن أجرها عن رب العالمين، وفعلا يعني بين أن الوطن واحد والناس اللي فيه كلهم متعاضدين، خاصة في هالمواقف في هالظروف هذه. طبعا دور محافظة العاصمة كبير في دعم أعمال التطوعية والشراكة المجتمعية. طبعا هذه حصيلة سنوات من العمل الجاد من خلال اللجان المتفرعة تحت محافظة العاصمة. نحن نتحدث عن Together We Care، هذا المشروع اللي صار له سنوات في خدمة أهالي محافظة العاصمة، وبالأخص أيضا الوافدين والمقيمين في حالة احتياجهم لأي طارئ، حدوث أي طارئ أو حاجة بأي شيء، يكون في دعم كامل لهم. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. 850 أسرة بحرينية تستفيد من حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين. أعلنت وزارة الصحة عن تدشين خدمة التطبيب عن بعد عبر استشارات بتقنية الفيديو، وذلك بالرعاية الأولية في المراكز الصحية ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 12 من أبريل. وللمزيد من التفاصيل تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة خاتون شبر، استشاري طب العائلة، رئيس لجنة الجودة وإدارة المخاطر في الصحة الأولية. أهلا بك دكتورة. بداية، ما هو الهدف المرجو من إطلاق مثل هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في ظل الظروف الحالية؟ أهلا أختي عزيزتي، شلونكم؟ طبعا الهدف هو من إطلاق الخدمة هو توفير بديل للحضور الشخصي للمركز الصحي نظرا للظروف الحالية، ولتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة إن شاء الله. نعم. كيف يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمة التطبيب عن بعد؟ ممكنهم الاستفادة عن طريق الاتصال على الرقم الساخن لمواعيد المراكز الصحية على الرقم 83073، حيث سيتم تسجيل المريض على الطبيب المتوفر وتحديد وقت للاستشارة، وستتم بعدها التواصل مع المريض عن طريق الهاتف في الوقت المحدد. نعم. من جانبه يقوم الطبيب في وقت الاستشارة المحددة بإرسال رسالة نصية إلى المريض تحتوي على رابط مباشر لبدء الخدمة، يتطلب فيها إبراز البطاقة الشخصية لإثبات هوية المراجع قبل بدء الاستشارة، وفي حال تعذر الاتصال بالفيديو لأسباب تقنية سوف يقوم الطبيب بمواصلة تقديم الاستشارة عن طريق الهاتف. نعم. وما هي الخدمات المقدمة للاستشارات عبر تقنية الفيديو؟ تقديم الاستشارة الطبية عادة للحالات البسيطة والاستفسارات الصحية التي لا تشمل استفسارات حول مرض الكورونا، وهي ما يقوم به الخط الوطني لمكافحة مرض الكورونا COVID-19 على الخط الساخن 4444. نعم. فاستشاراتنا هي استشارات حق حالات صحية بسيطة، بالإضافة إلى طلب تجديد الوصفات الطبية، طلب عمل تحاليل أو أشعة مختبرية، خدمة مراجعة نتائج التحاليل المختبرية والتقارير الأشعة وغيرها. نعم. الدكتورة خاتون شبر، استشاري طب العائلة، رئيس لجنة الجودة وإدارة المخاطر في الصحة الأولية، شكرا لك. أعلن المجلس الأعلى للمرأة أن أكثر من 850 أسرة بحرينية استفادت من المساهمات العينية لحملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين خلال أسبوع. ويواصل المجلس تنفيذ الجانب الميداني للحملة التي قام بتدشينها مؤخرا في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين. ويساهم في العمل الميداني للحملة 11 فريق عمل مكون من 10 أفراد يتناوبون في عمليات التوزيع لتغطية جميع المحافظات في المملكة، ويرافقهم فريق إعلامي وفريق طبي مختص، مع التزام المتطوعين بتطبيق كافة الإرشادات الصحية والتعليمات الوقائية في عمليات تعبئة المساهمات وتوزيعها وتسليمها.
ويتولى المتطوعون في الحملة مهمة تسليم المساهمات العينية من المستلزمات الاستهلاكية والمعقمات الصحية والأدوات الطبية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأجهزة التعليمية الضرورية. أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عن تقديمه لدورات تدريبية إلكترونية في مختلف التخصصات مثل الصيرفة والتمويل الإسلامي والقيادة والإدارة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والتأمين، والتي ستقدم أكثر من 20 دورة تدريبية مجانية ومتنوعة تتيح للمشاركين فرصة الاستثمار في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وكذلك الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ في ظل الظروف الراهنة، وتستهدف على وجه الخصوص استراتيجيات إدارة الأزمات. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.